بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل شروط صلاة الجمعة: وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم. رواه مسلم، وهذا عام. وقال شيخ الإسلام: تنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب، واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من العلماء، انتهى. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم. رواه مسلم. إذا كان الجماعة ثلاثة فليأمهم أحدهم، ولا تفصيل ولا فرق بين أن يكونوا في جمعة أو في غيرها. فدل هذا الحديث على أن أقل الجماعة ثلاثة يأمهم واحد، والبقية يستمعون لكلامه وخطبته. وهذا عام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تنعقد الجمعة بثلاثة أشخاص، بثلاثة: واحد يخطب، واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من أهل العلم. طائفة من أهل العلم قالوا: أقل الجمع ثلاثة، فإذا كانوا ثلاثة فتصح بهم الجمعة، ولم يرد حديث صحيح في تخصيص الجمعة بعدد معين، وإنما هي كسائر الصلوات. وذهب طائفة من أهل العلم إلى اشتراط 40 من أهل وجوبها، وهذا المذهب عند أصحاب أحمد والشافعي، واستدلوا بقصة مصعب بن عمير لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وقالوا لم ينقل إنها صليت بدون ذلك. فقال طائفة من أهل العلم: تنعقد الجمعة بأقل من 40، وطائفة على أن أقل الجمع 30، فلا تنعقد الجمعة بأقل من 40، بل عليهم أن يجتمعوا. فإذا كانوا 40 صلوا جمعة، وإذا كانوا أقل من 40 فإنها لا تصح جمعتهم. وهذا خلاف الأولى، وهو خلاف الصحيح إن شاء الله، وإنما الجمعة تنعقد ما تنعقد به الجماعة بأقل الجمع وهو 3 نفر تنعقد بهم الجمعة. والأصل وجوب الجمعة، والأصل أن الجمعة تنعقد ما تنعقد به الجماعة، فلا يجوز أن يفرد هذا عن هذا، بل الأصل أن الجمعة تنعقد بثلاثة نفر كما تنعقد سائر التجمعات الجمع وغيرها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم حين انفضوا،
ولم يبق معه إلا 12 رجلا، وهو أيضا لا يقتضي أنها لا تصح بدون ذلك. وحكى النووي وغيره إجماع الأمة على اشتراط العدد وأنها لا تصح من منفرد، وأن الجماعة شرط لصحتها. هذا الحديث يشترط فيه الجماعة أن تكون 12 فأقل، فإن كانت أقل من 12 فلا تنعقد بهم الجمعة، وإن كانوا 12 فتنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب قائما سمع الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم الزمر والطبل القادم بالتجارة من الشام، فانفضوا كل يريد أن يسبق ليأخذ نصيبه من هذه التجارة، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وقد جاءت الآية الكريمة أتركوك قائما، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب ونظروا من بقي معه وإذا هم 12 رجلا، فقالوا تنعقد الجمعة 12 ولا تنعقد بأقل من ذلك. وهذا ليس بدليل صحيح واضح جدا، وإنما هو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء الجماعة وهم 12 رجلا، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أن ما كان أقل من ذلك فلا تنعقد بالجمعة، بل الجمعة تنعقد بما قل أو كثر. لهذه الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلاثة جماعة. قال وأن الجماعة شرط لصحتها، والله أعلم أنه لا مستند لاشتراط عدد أوضح وأصح من حديث أبي سعيد، ويشهد له عموم الآية وما سواه من الأقوال يحتاج إلى برهان. أي أن حديث أبي سعيد السابق إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم رواه مسلم، هذا يدل على أن الجمعة تنعقد 3 نفر، فكذا غيره من الأحاديث، وما عارضه فلا يؤاخذ به ولا يختم له بالصحة والقبول، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 3 بالجماعة لأنهم تنعقد بهم الجماعة، وكل من عقدت به الجماعة وانعقدت به الجمعة. فكونه حضر معه في هذا اليوم 12 وفي اليوم الآخر 40 وفي اليوم الثالث أقل وفي اليوم الثالث أكثر، لا يلزم أن نأخذ بهذا العدد، وإنما نقول العدد المطلوب هو أقل عدد تنعقد به الجمعة وهو 3 فقط. قال شيخنا ولا برهان يخرجه من هذا العموم. قال المؤلف هنا قال شيخنا، فيختلف عن قوله قال شيخ الإسلام، لأنه إذا قال شيخنا فالمقصود به الإمام الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، مفتي عام المملكة في وقته، ورئيس القضاة، ورئيس رابطة العالم الإسلامي، ورئيس كثير من المراكز الإسلامية.
وقال شيخنا ولا برهان يخرجه من هذا العموم، فدل على أنها تنعقد بالجمع وأقله ثلاثة. وأما ما روي من قول جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة فلم يصح ولا يقاوم حديث أبي سعيد ولا حديث جابر. وقال حافظ عصره الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو حديث ساقط، لأنه حافظ رضي الله عنه ورحمه، حافظ لأهل السنة، حافظ للأحاديث، يروي الأحاديث الصحيحة ويرد الأحاديث الضعيفة رحمه الله، فسماه حافظ عصره، وهو سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، صاحب كتاب شرح كتاب التوحيد. وقال حافظ عصره الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو حديث ساقط لا يحتج به، لأنه من رواية عبد العزيز ابن عبد الرحمن وهو ضعيف. يقصد بذلك حديث جابر أنه حديث ساقط وليس بحديث أبي سعيد. قال البيهقي هذا حديث لا يحتج به، ثم لو صح فليس فيه حجة. ويقال اشتراط الأربعين العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار تحكم بالرأي بلا دليل، وإسقاط للجمعة عمن دون الأربعين. وقد ثبت وجوب الجمعة بعموم الآية والأحاديث والإجماع على كل أحد، فمن أراد إخراج أحد ثبوت الجمعة مع الدليل أنها تجب على كل مسلم، وقولنا مثلا اشترط أربعين معنى واسقطناها عن كثير من تجب عليهم الجمعة، وليس لنا في هذا مستند، وإنما الواجب أن نوجب الجمعة على ما وجبت عليه الصلاة، لأن الجمعة قال فيها الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر للكبار البالغين بالسعي إلى ذكر الله وهو أداء صلاة الجمعة. وقد ثبت وجوب الجمعة بعموم الآية والأحاديث والإجماع على كل أحد، فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها الآية والأحاديث وإجماع العلماء على أن الجمعة واجبة على كل إنسان بشرط أن يبلغ العدد وأن يكونوا قادرين، والعدد ليس بوارد تضبط ضبطه بعينه، بل كل عدد يصلح أن يكون هو المراد. فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها فعليه الدليل، واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها، واختلفوا في العدد المشترط لها، وذكر الأقوال التي قال، ونص أحمد على أنها تنعقد بثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب، اختاره شيخ الإسلام. هذا الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله، وأما الرواية الأولى فيروى عنه أنه قال يشترط الأربعين، كان يشترط الأربعين رحمه الله، والصحيح أنه لا يشترط العدد هذا. قال الشيخ سليمان وهذا القول أقوى، وهو كما قال شرعا ولغة وعرفا لقوله فاسعوا، وهذا صيغة جمع وأقل الجمع ثلاثة، وفي الحديث إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، فأمرهم بالإمامة وهو عام في إمامة الصلوات كلها الجمعة والجماعة، ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين فالثلاثة جماعة تجب عليهم الجمعة ولا دليل على إسقاطها عنهم.
وإسقاطها عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. ويقال: ولو كانت الأربعون شرطا لم يجز أن يسكت عنه الشارع صلى الله عليه وسلم ولم يبينه ولا بينه. وقد أبلغ الحافظ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، والله أمر بالسعي إليها ولم يذكر العدد، فلو كان العدد لازما لحدد وبين، لكن الصحيح أنه لا يلزم العدد. وقد أبلغ الحافظ وغيره أقوالهم إلى 15، ولا مستند لاشتراط عدد معين 40 أو 50 أو 30 أو 9 أو 7 أو 5، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، وقال به طائفة. واشترط في المأمومين المستمعين للخطبة ومن أسقطها عن هذا العدد فما فوق فعليه البرهان. وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع، والجمعة صلاة فلا تخص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل. وقال عبد الحق وغيره: لم يثبت في عدد الجمعة شيء. يقول الإمام عبد الحق رحمه الله: لم يثبت في صلاة الجمعة عدد معين، لم يثبت. فإذا لم يثبت في الجمعة عدد معين صحت الجمعة بثلاثة كما هو الصحيح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: اعتمرت ولبست المخيط قبل التحلل وأنا أعلم أنه لا يجوز، لكن توهمت أنه جائز ولا حرج في ذلك، ولا أدري كيف حصل إلا والحلاق يحلق، فما علي؟ ليس عليك شيء على الصحيح إن شاء الله، ما دام أنك تجهل هذا الشيء فلا بأس عليك، وصلاة وعمرتك صحيحة إن شاء الله، ولا يلزمك شيء. يقول: اعتمرت وأحدثت في السعي فأكملت وتوضأت وأعدت السعي، فهل فعلي صواب؟ عمرتك صحيحة وطوافك صحيح، إلا أنه لا يشترط للسعي طهارة، فدمت أحدثت بعد طوافك فصلاتك صحيحة وطوافك صحيح إن شاء الله. يقول السائل: أي عمل أفضل، الصلاة أم الطواف أم قراءة القرآن أو مجالس العلم؟ في كل خير، لكن الصلاة أفضل، الصلاة أفضل أنواع التطوع، فإذا تطوعت بالصلاة فحسن، وإذا لم تستطع ذلك أو طفت أو سعيت أو قرأت القرآن فلا بأس عليك، والسعي يجوز في العمرة مرة واحدة، ولا يجوز تكرار السعي، لا يجوز لك أن تكرر السعي حال طوافك، وإنما تكرر السعي مع العمرة مرة واحدة، وأما بعد الطواف فلا تطوف سعيا زائدا للعمرة. يقول السائل: إذا أتيت إلى الحرم وأنا مسافر وسأبقى يوم أو يومان أو يومين في الحرم، فهل الأولى أن أصلي السنن الرواتب طلبا لفضل الصلاة في الحرم، أم الأولى ترك السنن الرواتب أخذا برخصة السفر؟ الأولى لك ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر،
وسنة الوتر فلا تتركهما لا حضرا ولا سفرا. وأما ما عدا هذا فإنها تكتب لك ولك أن تتنفل بالنوافل المطلقة من غير الرواتب. فمثلا إذا صليت الفجر قف عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح فصل ما كتب الله لك إلى الظهر، وإذا صليت الظهر فصل ما كتب الله لك، واترك السنن الرواتب لأنك في حال سفر وسفرك تحتسب لك وإن لم تصلها، فأنت تحتسب لك صلاة السفر وإن لم تصلها بإذن الله. يقول السائل: شخص أخوه اعتقل من طرف الصهاينة وحكم عليه بالسجن المؤبد، فهل يجوز لهذا الشخص تأدية عمرة عن أخيه؟ نعم يجوز لك ذلك، لأنه ما دام أنه محكوم عليه بالحكم المؤبد بالسجن المؤبد فيجوز لك أن تعتمر عنه، لأنه لا يستطيع أن يعتمر ما دام هذه حاله. يقول: هل مجرد حب الإنسان للمعاصي يأثم عليها بدون فعلها؟ لا، ما يأثم بمجرد تركه للمعاصي وحبه لها، إلا إذا حاول أن يعمل المعصية لكنه لم يستطع أن يعمل المعصية فإنه يأثم، لكن إذا لم يحاول وإنما يحب أن يتيسر له ذلك فالله حماه من المعاصي لمصلحته. يقول: ما حكم تارك صلاة الجماعة؟ ترك صلاة الجماعة إثم عظيم، ويخشى عليها لا يقبل عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، فإن تخلف فهو آثم، لأن صلاة الجماعة على الصحيح فرض عين على كل مسلم، فيجب عليه أن يصليها. يقول السائل: هل تجوز العمرة أو الطواف بغير وضوء؟ لا يجوز الطواف بغير وضوء، ما دام أنه يريد أن يطوف فيجب عليه أن يتوضأ، وكذلك الأعمال الصالحة يجب عليه أن يتوضأ للصلاة وهكذا. يقول السائل: نسمع كثيرا من إخوتنا يمنع الإخوة من الاعتمار من التنعيم بحجة أن بعض العلماء قالوا إنها بدعة. ليست بدعة، ولكنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الاعتمار من التنعيم، لأنه لا ينبغي له أن يكثر من ذلك، وليست ببدعة بل هي صحيحة إن شاء الله. يقول: ما حكم تهنئة النصارى بأعيادهم بالسنة الميلادية الجديدة؟ لا يجوز ذلك، لأن النصارى لا يهنئون إلا بعمل صالح، وأعيادهم ليست أعمالا صالحة، فلا يجوز للمسلم أن يهنئ النصراني بعيد ميلاده، ولا بعيد ميلاد نبيه، ولا بعدد صلاته ولا صيامه، لأنه لا يصح منه ذلك. يقول السائل: من كان فوق الصفا وأراد أن يذهب إلى المروة هل يلزمه الدوران من وراء العمود؟ لا يلزم ذلك على الصحيح، وإنما يلزمه الوصول إلى الجهة التي يمشي فيها
ولا يلزمه السير إلى الدوران لأن الجبل كان عظيما وكان مرتفعا وكان الطائف والصاصل إلى المسعى لا يصعد إلى الجبل كله وإنما يتيسر حسب ما يتيسر له من ذلك فلما تيسر هذا استحب له أن يصل إليه كله وليس بلازم على الصحيح. يقول هل التطوع بسعي بين الصفا والمروة بدعة؟ نعم يا أخي إذا كان زائدا عن المطلوب فهو بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه سن ذلك أو طاف بين الصفا والمروة زائدا على طواف الحج أو زائدا على طواف العمرة فما فعله العبد مما يتقرب به إلى الله جل وعلا مع أنه ليس بقربه فيعتبر بدعة. يقول السائل كما علمتم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أقل الجمع هل اثنان أم ثلاثة فهل يقال بأن الجمعة تنعقد باثنان؟ يا أخي لا يجوز اثنان لأن العلماء اتفقوا على أن أقل الجمع ثلاثة فلا يسوغ للمرء أن يجمع وهم اثنان فيكون الخاطب واحد والمستمع واحد فقط وإنما أقل الجمع ثلاثة ليكون الخاطب واحد والمستمع اثنان. يقول السائل أنا من بلاد غير هذه البلاد الطاهرة ومقيم بمكة وأسعار تكاليف الحج باهظة فهل هذا يكون رخصة لي أن أحج عنها؟ أمي يقول أمي إذا كانت لا تستطيع الحج هي بنفسها لا بمالها ولا بشخصها فيجوز أن تحج عنها أما إذا كانت تستطيع الحج بنفسها أو بمالها فلا يجوز لك أن تحج عنها. يقول السائل ما حكم قرض من بنك إسلامي للضرورة للسكن؟ البنك الإسلامي لا يقرض لضرورة ولا يقرض ربا وإنما إذا كان قرضك لغير الربا فلا بأس وأما إذا كان من أجل الربا أخذ الربا فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا ثلاثة خمسة آكله وموكله وشاهده وشاهديه وكاتبه خمسة كلهم ملعونون باستعمال معاملة الربوية والمستفيد منهما واحد أو اثنان المستفيد البائع والمشتري ومن عداهما لعنوا لأنهم عانوا على الإثم والعدوان. يقول هل خلاف الزوجة لزوجها في الرأي يعتبر عصيانا وهل هي آثمة؟ إذا كان هذا الخلاف يترتب عليه أمر ممنوع فلا يجوز للزوجة أن تخالف زوجها أما إذا كان عادة فيجوز لها ذلك ولا إثم عليها في هذا إلا أنه يحسن منها الموافقة لما يريده الزوج. يقول السائل إذا داعبت الزوجة أحد الزملاء في الكنيسة هل ألبي الدعوة أم لا؟ لا يا أخي لا يجوز لك أن تلبي الدعوة في الكنيسة لأن ارتياد الكنيسة والجمع فيها ووجودها محرم فلا يجوز لك ذلك. يقول السائل لدينا عروض للعمرة بالتقسيط بمعنى يدفع الإنسان تكلفة العمرة على دفعات هل في ذلك شيء؟ ليس في هذا شيء إذا استطعت التسديد إذا ضمنت من نفسك القدرة على التسديد
أما إذا لم تستطع التسديد فلا يجوز لك ذلك، لأنه يخشى أن تموت وأنت لم تسدد. أما إذا استطعت التسديد فيجوز لك أن تلتزم على التقسيط. يقول السائل: لبست ثوب الإحرام للعمرة، وبعد أن انتهيت من المناسك للتحلل وجدت أني قد جرحت جرحا طفيفا سال منه بعض الدم. لا بأس عليك إن شاء الله، ما دام أنك توضعت للسعي للطواف، توضعت للطواف فلا بأس عليك. يقول السائل: ما هو علاج النفس للبعد عن الذنوب والمعاصي؟ عليك بمجالسة الإخوة والعلماء الأخيار، وعليك بالبعد عن مجالسة الأشرار، لأنهم الذين يحضنونك ويحسنون لك مجالستهم ويقومونك على البدعة وعلى الحرام، فعليك أن تبتعد عما يقربك من الحرام بإذن الله. فإذا ابتعدت سعدت في الدنيا والآخرة. يقول: ما هي السنن الرواتب التي يتركها المسافر؟ السنن الرواتب هي ركعتا الظهر قبلها وبعدها، وركعتا المغرب بعدها، وركعتا العشاء بعدها. هذه سنن الرواتب التي يجوز للمسافر أن يتركها وتحتسب له بإذن الله. أما السنن غير الرواتب فيجوز للمرء أن يصليها ويجوز له أن يتركها، كالصلاة قبل العصر 4 ركعات وصلاة 2 ركعتين قبل المغرب ونحو ذلك من الصلوات النوافل، فيجوز لك أن تصليها وأن تتركها، فإن صليتها فحسن وإن تركتها كتبت لك. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على السنن الرواتب في حال الإقامة، أما في حال السفر فله أن يترك بعض السنن الرواتب وأن يصلي البعض الآخر، كما له أن يصلي السنن الرواتب قبل المغرب، السنن غير الراتبة قبل المغرب له ذلك. يقول السائل أو السائلة: هل صلاة الجمعة تجزئ وتسقط عن المرأة صلاة الظهر؟ نعم، إذا صلت الجمعة المرأة مع المسلمين فإنها تسقط عنها صلاة الظهر، ولا بأس عليها بذلك، لأن صلاة الجمعة تجزئ عمن لا تجب عليه عن صلاة الظهر، فإذا صليت الجمعة تجزئك عن صلاة الظهر على من لا تجب عليه صلاة الجمعة. يقول: هل يجوز أداء العمرة عن المتوفى؟ نعم يا أخي، لك ذلك أن تصلي وأن تطوف عن المتوفى وأن تعتمر عنه، تطلب ثواب الله له على ذلك، لأن التقرب إلى الله جل وعلا بأي طاعة عن المتوفى فإنها تجزئ بإذن الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من العداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.